التوسيع من ميندوسا وابوندونزيري على مرتين امام اكاسيتي، وتغطيه ممتازه من روبرتو ابوندونزيري ويخلق هجوم لكارلوس تيفيز. كارلوس تيفيز ممتاز جدا لريكويلمي، والهدف الرابع، الهدف الرابع ورابع اهداف خوان روماري كويلمي. ريكويلمي في وضعية سانحة وسجل الهدف الرابع في فسحة. حاليا المنتخب الارجنتيني في فسحة، المنتخب الارجنتيني بعد كرة انطلقت من روبرتو ابوندونزيري، والفرحة للإطار الفني لتشكيلة المدرب ألفيو بازيلي. شاهدتم كارلوس تيفيز ثم خوان رومان ريكويلمي، والكرة الحاسمة من كارلوس تيفيز إلى خوان رومان ريكويلمي، والعناق بين اللاعبين. وكما ذكرت رابع أهداف ريكويلمي في الكوبا أمريكا، ويبقى بعيد بهدفين روبينيو من جانب المنتخب البرازيلي. والفرحة بالنسبة لمشجعات إن صح التعبير الأرجنتين